مش بتقتصر على القاهرة بس، لأن كايرو هي صورة مصغرة من مناطق كتير جدا موجودة في جمهورية مصر العربية. في زي المشاهد ديت في المنصورة وفي طنطا وفي اسكندرية وفي أماكن كتير جدا، فأنا خدتها كمثال لكن مش على سبيل الحصر يعني أو كايرو بس، لا هو الموضوع كان أشمل وأعم. قعدت فترة 6 شهور اشتغلت، ال6 شهور كان من ضمنهم شهرين أو 3 كان النزول قليل جدا يكاد يكون ضعيف جدا أثناء جائحة كورونا. أنا حسيت إن من الإيجابية إن أنا أعبر ومن الإيجابية إن أنا أشتغل. يعني إنتاج العمل ده كان 55 عمل، كان معظم اللوحات كانت خامة الأكريليك سواء على ورق مقوي أو على كانفاس. في فترة أنا كنت بشتغل على طول بالفحم وبعد كده برش المثبت وبعد كده بقعد أشتغل على الفحم اللي أنا أشتغله. الموضوع تطور عندي، أنا بقيت أشتغل باللون على طول. بدي مساحة وببتدي أبني فوق المساحة اللي أنا لونتها وبشتغل عليها. وفي أوقات بتبقى محتاجة حذف، بتبقى محتاجة إضافة، بتبقى محتاجة يعني تظبيط. كل ده بيحصل أثناء اللوحة. أكتر لوحة تعبتني هي تعبتني كمجهود ذهني شوية ومجهود بدني هو اللوحة الورقية، لوحة القهوة، لأنه هي الحقيقة مليانة تفاصيل وأنا شخصية بتهتم بالتفاصيل جدا. التفاصيل دي عاملة زي البصمة، البصمة كل واحد فيه بصمة غير التاني. فأنا ببقى قاعد في مكان مزدحم وفيه ناس كتير جدا، غصب عني الشيء اللي لا إرادي بلاقي يعني مركز قوي على اللبس، على الزرار القميص، على نهايات البنطلون، على قعدته، على حاطط رجل على رجل ازاي، طب لون الشراب مع الجزمه، طب هو بيقعد يتكلم ازاي، انفعالات وشه، طب هو لما بيبقى قاعد بيشرب كوبايه الشاي ماسك كوبايه الشاي ازاي، طب بيسيبها وبعد كده بيكلم غيره ويقول ايه وبعد كده يرجع لها تاني. دي بتتحول عندي في اقل جزء من الثانيه الى كادرات سريعه جدا، صور متلاحقه فوتوغرافيه وتبقى مطبوعه جوه الذهن. انا فعلا يعني ما بجدش اي عناء في ان انا اعبر عن ده. بعد ما بتختزن في الذهن بتطلع بقى بعد كده تاني يوم في اللوحه بالطريقه دي. انما في لوحات بتبقى قريبه قوي لقلبي يعني زياده شويه، زي لوحه الحلاق يعني، هي لوحه ما خفيف وانا يعني مش بقاصد يعني طبعا، لكن احنا كمصريين دي حاجه موجوده في الجينات بتاعتنا يعني. كتير قوي من التعليقات جت قالت لي يعني في التعليقات ان انت يعني شغل دمه خفيف، شغل احنا بنبصله بنضحك. الحقيقه تعليقات الناس في المعرض انا انبهرت بيها، وانا يعني شعرت قد ايه يعني الناس حابه شغلي قوي، ويعني انا ما كنتش متوقع ده خالص. انا عملت تجربه وعرضتها وخلاص، لكن لقيت كم من الناس اللي مبسوطين لدرجه ان في ناس جت قبل المره 2 و3 يعني ده حابين العمل، حابين الشغل. اللوحه اللي انا تخيلت انها ممكن الناس يعني تنفر منها شويه هي ممكن يعني لوحه المترو، لان هي بتوضع حاله من الزحام شديدة جدا يعني. برضه انت لما بتبصي للعمل في ناس يعني متضايقة ويعني كل واحد واخد كامل كده ومتضايق من الزحمة ومن احساس الزخم الموجود دوت. ممكن جميع مشاعر برضه مش لطيفة يعني، لكن انا ما اعرفش هي طلعت معايا وانا بشتغل يعني دمها مقبولة ودمها خفيف شوية. هو المعرض كان اخره يوم 16 اللي هو يوم الاربعاء 16/6. انا فوجئت ان في ناس كتير يعني كلمت استاذ منى مدير الجالري وكان ناس كلموني وبيقولوا لي احنا ما لحقناش نشوف، احنا عايزين نشوف يعني اللي كان مسافر واللي كان منشغل والناس وفي ناس عايزه تيجي تالت يعني. فيعني اعتقد ان هو هيتمد لحد 24 يعني. ده بقى يعني حصري رمضان ان انا في عمل كبير انا مجهز له حاليا ويمكن ابتديت فيه من الايام اللي فاتت اثناء المعرض، مش بعرف يعني مش عشان المعرض فانا قاعد يعني مستني ومنتظر يعني المعرض يخلص، لا هو الشغل ما فيهوش اجازه يعني. فابتديت فعلا في حاجه وهي حاجه كبيره قوي يعني فيها موضوع كبير.
ومهم جدا. ويعني بس اتمنى ان انا اتوفق ان انا اوصل اللي انا عايز اقوله يعني ويطلع بالشكل اللي يرضيني والناس اتعودت عليه في المره يعني.